معنا من موسكو مراسلنا سعد خلف. أهلا سعد. مقررات اجتماع الناتو، لا سيما نشر صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا، أثار التوتر في العاصمة الروسية موسكو. ضعنا في أبرز التصريحات. بالفعل وعد، أنت محقة تماما. البيان الختامي لحلف الناتو والقرارات التي تم تبنيها والإعلان عنها بختام قمة الحلف في ذكراها 75 أثارت على المستويين الرسمي وعلى مستوى الخبراء يبدو قلقا شديدا هنا في الداخل الروسي من واقع ما نلمسه من التصريحات سواء الرسمية أو التحليلات التي يقدمها الخبراء الذين يمكن الأخذ بآرائهم والذين تستمع إليهم أيضا السلطات الروسية. بالطبع أبرز ردود الفعل جاءت على لسان المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الذي أصدر اليوم جملة من التصريحات يجملها في عناوين رئيسية، وهو أن حلف الناتو يضع الرهان على حرب طويلة الأمد مع روسيا وضد روسيا. حلف الناتو يضع الرهان على مواصلة تمديد قواعده والوصول بقواعده إلى القرب المباشر من حدود روسيا. حلف الناتو يهدف من كل هذه الإجراءات وفقا لتصريحات الناطق باسم الكريملين ووفقا لوجهة النظر الروسية يهدف إلى ردع روسيا، إلى احتواء روسيا، إلى تقليص القدرات الروسية سواء العسكرية أو الاقتصادية. والهدف النهائي لكل هذه الإجراءات من جانب حلف الناتو حسب ما يقول المتحدث باسم الكريملين هو إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا. بالطبع المتحدث باسم الكريملين في هذا الصدد يقول أننا سنقوم بدراسة دقيقة وتحليل تفصيلي لكل بند من بنود البيان الختامي لقمة حلف الناتو، لكل جملة من جمل هذا البيان ولكل كلمة من كلمات هذا البيان حتى نتبنى الإجراءات المدروسة التي يمكنها أن تمكن روسيا وتسمح لروسيا باحتواء هذا التهديد الخطير الذي يأتيها من جانب حلف الناتو. بالطبع وفي هذا السياق يؤكد أن الإجراءات التي تقوم بها روسيا والتي على مدار عدد من السنوات كانت تنتقد بشكل كبير لها ما يبررها، لأن هذا الفعل من جانب حلف الناتو يؤكد أن ما يقوم به الجانب الروسي كان أمرا مبررا وأمرا مؤكدا. بالطبع أيضا المتحدث باسم الكريملين يقول أن روسيا تدرس في الوقت الحالي مسألة تغيير العقيدة النووية، غير أنها تعتقد أن هذا التغيير في العقيدة النووية الروسية إن تم لن يكون كافيا أو ليس الإجراء الوحيد الذي يجب على روسيا أن تتبناه لتتصدى لهذا التهديد من جانب حلف الناتو. بالطبع فيما يتعلق بنشر الصواريخ المتوسطة وبعيدة المدى التي أعلن الجانب الأمريكي عن نيته نشرها في ألمانيا بعدما خرجت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وبالمناسبة الذي خرج من هذه المعاهدة كان دونالد ترامب الذي يعتقد الكثيرون أنه إذا جاء إلى السلطة قد تتحسن العلاقات مع موسكو. هناك رأي مغاير هنا في الأوساط السياسية الروسية وأوساط الخبراء الروسية أن دونالد ترامب إذا أتى لن تتغير المعادلة فيما يتعلق بتسوية الأزمة الأوكرانية، لكن الرد الروسي على ذلك سيأتي لأن بوتين أعلن منذ عدة أيام أن روسيا بصدد تطوير ترسانتها من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي لم تكن رسميا تنتجها روسيا بناء على هذه المعاهدة التي كانت مستمرة حتى عام 2018. الحديث يدور عن صواريخ يصل مداها من 500 كيلومتر إلى 5000 كيلومتر هو مدى الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى. قصيرة المدى من 500 إلى 2000 كيلومتر، متوسطة المدى من 2000 إلى 5000 كيلومتر. بالطبع المقصود بنشر هذه الصواريخ الروسية هو تغطية كامل أراضي القارة الأوروبية وليس فقط أوكرانيا، أي أن روسيا سترد بالمثل، لكن التهديد الأكبر بالطبع سيكون على القارة الأوروبية وليس على الولايات المتحدة فيما يتعلق باستخدام الصواريخ التقليدية. لن نتحدث عن النووية، وإذا تحدثنا عن النووية أيضا هذه الصواريخ لدى روسيا بعض الصواريخ التي يمكن إعادة تصنيعها بشكل يسمح بأن تتحول إلى متوسطة وقصيرة المدى. الحديث هنا يدور عن صواريخ إسكندر إم التي يبلغ مدى 300 كيلو متر يمكن تحويلها أو تغيير تقنياتها بحيث يزداد مداها. الحديث أيضا يدور عن صواريخ كنجال التي تستخدمها روسيا والتي يصل مداها إلى 2000 كيلو متر تقريبا، يمكن أيضا تحويلها في هذا الغرض إلى صواريخ مجنحة أو صواريخ باليستية كما يقول الخبراء العسكريون، وهو ما ستسعى به روسيا للرد على الخطوة الأمريكية. قد تكون هذه الصواريخ تصنع بالفعل لكن رسميا لم تعلن ولم تظهر للعلن، لكن يبدو روسيا أن روسيا لديها ما تقول في الرد على الجانب الأمريكي وعلى جانب حلف الناتو في هذا التصعيد. مراسلنا في موسكو سعد خلف، شكرا جزيلا.